عم جبار الله، منصور جدك المغازي جالي في المنام يا منصور، وكان شايل في ايده كباس المغازية وطلب مني اسلمك انت الكباس يا منصور. كباس ايه بس يا عم جبار الله؟ كباس جدك يا منصور، المغازي الكبير يا منصور، الكباس اللي جدك سلك بيه بلاعة مصر، وبعد ما سلكها سلم الكباس لأبوك يا منصور المعلم عثمان المغازي، ودلوقتي جه الدور عليك انت يا منصور. احنا مش في زمن الكباس يا عم جبار الله. لا يا منصور، اوعى تضيع حلم ابوك يا ابني وحلم جدك. الزمن اللي جاي يا منصور هو زمن الكباس يا ابني. يا عم جبار الله، يا عم جبار الله، الناس بره دلوقتي بيستعملوا السلكات. لا يا منصور، جدك المغازي لما سلك بلاعة مصر سلكها بالكباس يا ابني. اوعى تضيع حلم ابوك يا ابني، اوعى يا منصور. الكباس يا منصور، الكباس يا منصور.